اهم حاجه يكون بيفرض اسلوب لعبه صحيح. ويؤكد هدفه وطموحه في تخطي عقبه صن داونز، وقادرين باذن الله على إن تخطي هذه العقبه. بالتالي الاستراتيجيه اتكلمنا عليها، لكن هل يبقى في تنظيم دفاعي مثلا او في ميول دفاعيه عند النادي الاهلي، ولا الاهلي هيلعب لعبه الطبيعي؟ لا، هيكون السن في ميول دفاعي طبعا، يعني على الاقل في حذر، لان انت هنا مش مطالب بقى خلاص ان انت تسجل اهداف، انت مطالب ان انت بالحفاظ على النتيجه بس. طبعا خير وسيله للدفاع الهجوم، يعني انت تقدر النادي الاهلي من خلال هجماته الخطره يقدر يخلي فريق صن داونز يتراجع غصب عنه لورا، لان انت لو انت تكتلت دفاعيا خلاص انت بتسمح له بيه، ان هم هيبقوا متخوفين من استقبال هدف بالظبط. فانت اكتر انت العب على انت الاهلي، النادي الاهلي رمى كل الضغوط من عليه والقى بيها على فريق صن داونز اللي هيلعب قدام جمهوره وعلى ملعبه، والتذاكر اغلبها اتباع تقريبا في ملعب لوكاس موريبي، فهيبقى كامل العدد، فريق قوي وفريق كبير في جنوب افريقيا وله جماهيريه كبيره جدا، فاعتقد كل ده بيزود الضغوط على فريق صن داونز وليس على النادي الاهلي اللي يقدر ان شاء الله يعمل نتيجه. تصريحات موسيماني رايك فيها ايه، سواء بعد الماتش او لغايه دلوقتي؟ هو شغال في التنويم المغناطيسي على طول، وواضح ان هو لا يجيد الا التنويم المغناطيسي، بس هو مدرب فنيا رائع. هو فنيا رائع حتى، بس هو شغال في التنويم ما اعرفش يعني سلاح من اسلحته، بس خلاص بقى، ما هو احنا اتعلمنا الدرس اللي فاتت ونفعت بما خلاص، هي مره خلاص مش هتضحك عليها كل مره يعني. فهو عمال يقول حتى بعد عمال يجيب بفايلر، وانا لو طلع السي في بتاعه انا دارس يعني خلاص بقى يا عم، دي كوره في الاول وفي الاخر، دي كره قدم مش محتاجه كل اللي بتعمله ده. بس هو طبعا ناس محترمين، افريقيا الصغيره كلها بصراحه بتلعب كوره للكوره، بعكس لما بتلعب مع شمال افريقيا بنعرف نلعب بعض ازاي، فالغيظ بقى والسوشيال ميديا والكلام، لكن ده مش موجود بكل امانه في فرق افريقيا السوداء بالظبط. طيب ده كان فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي، اتكلمنا بتفاصيل كثيره جدا عن دور ربع النهائي تحديدا ومباريات الذهاب بشكل عام في هذا الدور، واتكلمنا عن فرص كل فريق، وبالتحديد اللي يهمنا النادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق في مباراه الاياب ويتاهل لدور نصف النهائي. طيب خلينا نتكلم شويه عن بعض الاخبار المحليه النهارده من الشروق. استاذ محسن بيتكلموا على تصريح لوزير الشباب والرياضه بيقول ان الموسم القادم سيشهد عوده الجماهير بشكل كامل، تتوقع؟ لا برضو لا، السبب ليه بقى؟ لان الجمهور ده الجمهور بيتلقى الـ 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 يعني بيتلقى معلوماته من الاعلام ومن اللعيبه ومن المسؤولين. انا النهارده دور الاعلام ان هو يدي رساله صح للجمهور، لما النهارده يطلع مش مسؤولين، لما يطلع اللعيبه زي ما حصل وهم هم اللي بيثيروا الفتنه او الراي العام، طب ما هو الجمهور بيقلده. يعني النهارده لما انا شفت مثلا بعض التيشيرتات اللي ماسكها جمهور الزمالك، طب ما هو انا ما اقدرش الوم الجمهور طالما اللاعب هو اللي عمل كده، اللاعب اللي بيحبوه بيعمل كده خالص. اللاعب وبصراحه دي سقطه تاريخيه طبعاً، لان انت قائد لنادي كبير نادي الزمالك، شيكابالا لاعب موهوب، لاعب مهاريا لا غبار على ذلك، لكن التصرفات يعني جانبها بعض التوفيق، حتى لو كان في اساءه من الجماهير الامور دي ما تقدرش بالشكل ده. يعني انا مع وقت هذه الفتنه، في لعيبه لما بتيجي اسمها كده قدامك في ذهنك بتفتكر لهم القاب وبتفتكر لهم بطولات وبتفتكر لهم اهداف جميله واداء ممتاز، في لعيبه تانية بتفتكر لهم التصرفات. لا انا دايما بقول ان اللعيبه عمره قصير، عمره قصير ليه؟ في كره القدم وهيطلع النهارده تتفرج على سلسله التحليه تلاقي كابتن حازم امام جنب كابتن عماد متعب، ما حدش ابدا اهلاوي يختلف على كابتن حازم امام، مفيش حد زملكاوي يختلف على عماد متعب، لان هو بيفرض باسلوبه هو بنفسه، النفس اللي تعرض ليه شيكابالا من جماهير الاهلي تعرض ليه سابقا واسوا منه كابتن عماد متعب من جمهور الزمالك، ولم يبدر منه اي شيء خلاص، ما ردش على الجمهور، ما ردش خلاص طبيعي. خلاص ما فيش مشاكل، انت مش هتعمل عقلك بعقل الجمهور بقى خلاص، خلينا نتكلم صح. لكن لما انت تقود الجمهور يعني انا شايف بصراحه اسوا حاجه بيعملها جمهور الاهلي والزمالك بكل امانه التيشيرتات اللي عليها صور شيكابالا وعليها صور كهربا وعليها صور مش عارف رمضان صبحي، لا دي كلام، احنا دخلنا مرحله سيئه جدا والناس بتفخر بذلك، دي يا جماعه اشارات مسيئه حتى لو كانت البصق مش الاشارات الايحاءات اللي عملها شيكابالا، لا دي حاجه مهينه جدا طبعاً. انا مع ان احنا نهدى شويه، ازاي بعد ده كله يرجع جمهور؟ يعني ازاي بعد كل اللي بتحكيه ده يرجع جمهور؟ طب وزير الشباب ده بيقول كده بناء على ايه؟ اتمنى يقدر يوقد الفتنه قبل ما يرجع الجمهور. الفتنه يعني وقتها سهل جدا ان كل فريق يخليه في حاله. يعني النهارده انا مثلا جمهور الاهلي راح اشجع احضر مباراه صن داونز اشجع الاهلي، ماشي ما اقعدش اشتم في الزمالك زي ما حصل جمهور الاهلي في مباراه، جمهور الزمالك جاي يشجع مثلا فرقته ضد الترجي بتاع، ما تشتمش في الاهلي، ما تقعدش تتباهى بتيشيرت، حاجه بصراحه يعني حاجه مؤذيه جدا، حاجه حتى والد الطفل ادهم كيكا الله يرحمه لطع عليك بكل امانه، يعني لطع عليك لطع عليك بكل امانه، ربنا يرحم ابنه، لكن لطع عليك ربنا يصبره بس عليك اكيد طبعا كلنا قلوبنا معاه، بس لطع عليك على المشاهد دي. لما يكون الجمهور بيعمل كده هرجعه ازاي؟
اتمنى طبعا الجمهور يرجع، لان الجمهور هو عصب الكره المصريه، يعني هو اللي بيدي سبورت. شفت الجمهور عامل ازاي في ماتش الرجاء وفي ماتش الوداد؟ كامل العدد 60,000، انت النهارده ب 30 وشوف كسبت، فبالك لو اطلقنا العلان لجماهير الاهلي والزمالك، استاد القاهره ده هيتقفل، هيبقى بره قد اللي جوه واكتر منه، وهو ده استاد ليه سمي استاد الرعب؟ ما كانش كله بيجي هنا بيتغلب، بيخاف من الجمهور. النادي الاهلي لو تتذكر في نهائي كاس 2000 دور ابطال 2008 قدام القطن الكاميروني، الاهلي كسب 2-0 في اول 10 دقائق وائل جمعه وفلافيو. كسب ليه؟ ان الفريق ما استوعبش اللي هو فيه. يعني حتى تصريحات فريق القطن الكاميروني ساعتها قال لك احنا قعدنا حوالي ربع ساعه احنا مش شايفين، مش عارفين احنا مش فيه. عارفين احنا فين. هو دايخ هوب لبته الجولين. ده دور الجمهور. ماشي، لما الماتش ده يقام مثلا ب 20,000 و30,000 وشهر، طب فين تكسب بايه؟ ده خالد هو اللي يكسبك. انت بتنزع من الفريق ده قوته، قوه الاهلي والزمالك في جمهوره، هم اكبر قاعده جماهيريه في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، في الشرق الاوسط، لا غبار على ذلك. برجاء ان هو جمهور الاهلي يخليه في حاله وجمهور الزمالك يخليه في حاله. لا 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 سبك وشتمتك لشيكابالا لا هتكبرك ولا تقلل منه، ولا وانتو ولا جمهور الزمالك سبك للاعيبه الاهلي هي هي هيكبرك ولا هيقلل من لعيبه الاهلي. كل واحد خليه في حاله. لما يبقى تقابل ولازم ان اللعيبه نفسهم يكونوا على قدر على دي بقى علامه المسؤوليه. ده امر مهم جدا. دي علامه استفهام. النهارده انا ما اقدرش الومه على الجمهور لما اشوف اللعيبه كده، صح؟ يعني لما اشوف لعيب بيعمل اعمال صبيانيه ما اقدرش الومه على الجمهور، ما هو الجمهور هو اللي بيقلد اللعيب. اتمنى طبعا الوزير الدكتور اشرف صبحي يصدق في قوله باذن الله، هو قادر على كده، بس قبل ما يعمل كده، قبل ما يرجع الجمهور، عليه ان يوقد الفتنه باذن الله. طيب عايز اتكلم معاك سريعا بخصوص خبر من بوابه سبورت، وبيتكلم عن قلق في المنتخب بسبب العقم التهديفي لثنائي الاهلي والزمالك اللي هو مروان محسن ومصطفى محمد، رايك ايه؟ والله هو مشكله طبعا الكابتن حسام البدري، بس طبعا عايز اقول بس الفرقتين لا يلامه، لان النهارده بلعب اللي بكسبه بلعبه طبعا. النهارده النادي الاهلي اخرج مروان محسن الغير موفق والغير محظوظ والغير حاجات كتيره بصراحه، والعب واشرك اليوباجي انا وجهه نظري يبدا من الاول، بعد كده خلاص. بس بالمناسبه مروان عمل مباراه كويسه، عمل ليه دور، دي ليه دور وليه مهام عديده بيقوم بيها يعني. أكيد بصراحه اكيد، بس لكن الناس دايما طبعا لما بيهاجم النادي الاهلي مركزين على انه يجيب اهداف يعني. ليه جمهور النادي الاهلي غضب من وليد ازارو؟ رغم انه بيسجل وبيعمل، لان هو التهديف يعني التهديف احنا جايبينك عشان تسجل، تترجم كل ده اهداف. لو كان الاهداف اللي ضيعها وليد ازارو سجلها، كان النادي الاهلي النهارده كان واخد بطولات ما حصلش عليها دلوقتي، منها دور ابطال افريقيا. ليه؟ لان هو بيهدر اهداف. ما هو انت النهارده ترجم لي الاهداف، انت اخر واحد بتسجل الجون. لما تضيع مجهود، لما ما بتسجلش ده بتضيع مجهود الفرقه. بنرجع لمرحله الصفر تاني، لما محمود كهربا اهدر فرصه والمرمى خالي في مباراه الهلال، لو كان سجل الجون ده كان الاهلي بقى اول، بغض النظر بقى عن القرعه وديتك فين ولا جبت مين، بس انت كنت هتبقى الاول مش الثاني. كانت هتدي لك افضليه ان انت تلعب بره، وبعدين مش يعني ايا كان طبعا قدر الله ما شاء فعل، والاهلي في كل الاحوال قادر يكسب. لكن انا بتكلم ان انت نزلك من ترتيب اول لترتيب ثاني بسبب لاعب. فطبعا سبب عدم توفيق ممكن يحل في اي لعبة. عدم توفيق يعني، بس لما بيلازم كتير المصطلح. لما بيلازم كتير بيبقى في علامه استفهام بصراحه. هو عند مروان محسن علامه استفهام انه كتير قوي يعني، كترت قوي عند الجمهور بصراحه. حتى جمهور الاهلي بتاع السوشيال ميديا بيداعب ده بشكل ظريف شويه، بس يعني لكن هو لعيب مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد مهاجم النادي الاهلي في خلال الفتره الجايه يقدر يحرز اهداف، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيه وفي قدراته، وقدراته كمان التهديفيه والمهام اللي بيكلف بيها المدير الفني، وبيقدر بينجح فيها بشكل كبير جدا. لعيب مميز ومهم جدا مروان محسن وكل اللعيبه في الحقيقه. انا عايز اتكلم معاك سريعا على كلاسيكو الامس ما بين ريال مدريد وبرشلونه، رايك ايه وفوز ريال مدريد 2-0؟ في المجمل عايز اقول ان برشلونه دخل على سنين سوداء. ليه؟ ليه؟ لان هو لا هقول لك، هو من 10 سنين كان برشلونه عنده فريق من كوكب اخر. طبعا. لكن النهارده الفريق ده لما افتقد عناصره اللي هي اساسيه جدا ما كانش لها البديل، لما افتقد انيستا ثم تشابي هرنانديز كارلوس بيول، حتى نيمار لما جه ورحل، النهارده حتى ميسي خلاص بقى بالكيرف بتاعه بينزل، السن ليه حكم. فالنهارده واضح مش لاقي اللي يساعده بصراحه. يعني امبارح ميسي بعد الماتش قعد يبص كده حواليه، أيوة. مش لاقي اللعيبه اللي لما كان في عزه ما كانش بيبص للكلام ده. كان طبعا شايل برشلونه كلها على اكتافه. لكن بعدين انا حاسس ان ميسي عامل عبء نفسي على اللعيبه اللي حواليه، تحس اللعيبه اللي جنبيه كله عايزين يبصوا لميسي. فمهتمين طبعا قوي بميسي ان هم يدوا له الكوره، مش مهتمين كمان بنفسهم ان هم ازاي يساعدوا ميسي. دي النتيجه دي حصلت والريال مدريد مش في افضل حالاته كمان. يعني ده ريال مدريد مغلوب على ارضه من السيتي 2-1، معمول عليه ريمونتادا بعد تقدم 1-0 و2-1، وكان ممكن تبقى 3 لولا ان رامز طحى بنفسه، ومغلوب من ليفانتي في الدوري، ومتع
متاخر في الدوري، وانا شاكك ان اصلا ريال مدريد ياخد الدوري رغم ان هو افضليته على بعد وقت بعد المباراه الامس وافضليته على برشلونه، بس شاكك لان هو ليه ثغرات عبيطه كده بلغه الكوره. الفرقه مش اللي هي، حتى فينيسيوس لاعب بصراحه بيهدر اكتر ما بيسجل. حتى الكره اللي جابها جون امبارح خبطت في بيكيه، يعني يعني عايز اقول مش هو اللي عمل حاجه، وبيكيه تاخر في الضغط وتاخر. والجون الثاني ده يحسب طبعا لادريانو اللي هو اسرع بديل يسجل هدف بعد 50 ثانيه من دخوله. كان ممكن لطشه من لطشات تبقى نتيجه تعادل في الموسم، اول 50 ثانيه ما كملش دقيقه. توفيق، بس هما كانوا يستحقوا بكل امانه. ريال مدريد يستحق امبارح الفوز، يستحق زي ماتش الاهلي الشوط الثاني. الاهلي كان يستحق نتيجه اكبر من 2-0، كذلك ريال مدريد. لكن في المجمل ريال مدريد طبعا كان افضل، مش عارف كان يستحق الفوز عن جدار يستحق. لكن على محب البارسا ان هم يجهزوا نفسهم لسنوات عجاف، لان واضح ان بعد ما ميسي يعتزل برشلونه هيعاني كتير جدا ده لو استمر في برشلونه، لان في كلام طالع انه احتمال يمشي. يعني تتوقع انه يمشي من برشلونه؟ ممكن، لان في عروض من مش عروض، يعني في بعض انديه امريكا ومش عارف قطر والحاجات اللي هي بيبقى بيفنشوا فيها دي، انه يجمع ما بين في نادي فيهم يجمع بين رونالدو وميسي. ممكن يعملوا ده ويختموا هما الاثنين حياتهم مع بعض وياخدوا ما تبقى من رونقهم في رونالدو الملعب. رجع امبارح البرنابيو وتابع المباراه، هل تتوقع عودته للفريق؟ هو بصراحه رحيله كان خطا، رحيله كان خطا لسبب، عشان ده احد اساطير ورموز النادي الملكي، 50 جون كل موسم بالظبط. وخطا من اداره النادي وخطا منه، هو طبعا محب للنادي. يرجع دي اعتقد صعبه، يعني خلاص السن ليه حكم، اعتقد صعبه شويه. 35 سنه الا اذا كان هيرجع كنوع من التكريم زي ما موجود ميسي بقى دلوقتي، هيبقى نوع من التكريم. لكن هم ايا كان شابوا ليهم 10 سنين امتعونا بكل امانه. يعني اكيد. بس استاذ محسن نورتنا وشرفتنا، بشكرك. شكرا جزيلا. استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده واستمرار في متابعه اخبار واستعدادات النادي الاهلي مباراه سان داونز. استنونا في حلقه بكره ان شاء الله. الى اللقاء.